اخص بيبي مرة واحدة. عشقة الذيابة. هلا هلا وغلا، هلا بالمفترس الشراييني، هلا بنحاش قلبي، هلا باللي يرتوي بدمي. هلا والله، هلا هلا بآخر ضحاياي. هلا، أقول ممكن نتعرف؟ طبعا ممكن، أنا بصراحة فتاة وحيدة وأبحث عن الحب، بس يعني ممكن ألاقي عندك؟ هذا الكلام، أنا بعد ترى شاب وحيد وأبحث عن الحب، حب ولا فصفص؟ وجهي يغمز. وجه يضحك بعد، ها؟ دمك خفيف، وجه مبتسم. لا 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 لا، بصراحة أنا اليوم يوم حظي. أبو الديابة، ممكن تكلمني عن نفسك؟ من وين أبدأ بس، ها؟ وجه خجول. اسمعي يا بعد كل الذيابة. مو بكذا وجه الخجول يا الخبل. وين راحت؟ وين راحت؟ في واحد غبي يقول خويته الجديد انه يشتغل استقبال. غب. معليش حبيبي، اسفه تاخرت عليك، بس بصراحه كنت ادور مناديل امسح بها دموعي. افا، ليش يا بعد عمري؟ لا تقولين انا السبب، تكفين، وجه حزين. صراحة أنت السبب، إيه، بس بصراحة لأني تأثرت بقصة كفاحك النبيل، وجه حزين بعد. يا سلام، يا سلام، أخيرا في أحد يقدر كفاحك يا أبو الذيابة. أقول لا تصحيني لب قلبك، ترى كل مصايبي أهون علي من دمعة واحدة تنزل على خدك، براطم حمراء يعني بوسة. لا يا ديب، لا تقول كذا، أنت ما تستحق كل هذا، أنا بحلك كل مشاكلك. أنت مو تدور على وظيفة محترمة؟ إلا أدوري. خلاص أجل، أبوي بيشغلك عنده مدير العلاقات العامة. يعني أنا ما قاعد على الكراسي هذه، أنا ما قاعد على الكراسي العلاقات العامة بس. أنت تدري شو معنى العلاقات العامة أصلا؟ صح، أنت ما تدري شو العلاقات العامة. أنت تدري شاطر فيه بس، أنت شاطر. ذيب ودي عيالي للمدرسة، ذيب جيب عيالي من المدرسة، ذيب طلع فستان حرمتي من المشغل، ذيب وتسواق لنا المستشفى، ذيب راح يجز لي ثمامة. يعني ما ادري تبي انت. شوف، انا لو نقطو في ادارة الجديدة بالعلاقات العامة بس ما اشتغل عندك المدير الفاشل. اسف اني اقول لك فاشل، ها، بس يعني حاول انك تطور من نفسك شوي، يعني حاول، معليش يعني حاول تشوف لك شغلة كذا وتطور من نفسك، لانك في الاساس مدير غبي، مدير فاشل. اخس بيبي مرة واحدة. لا لا لا، والله ما انت بعاقل يا فرانسيس، الله عليك، اخيرا طلعت الدراهم ما بغيت. لا لا لا، هذا انا اجيب اجار 20 ريال من بطخ. شوف شوف، هذا بنت سوي ديتين. شوف ذيب وفواز وفرانسيس، سعيد بالتواصل معكم في الفترة الماضية، ولن ننسى فضائحكم وأسراركم، ولن ننسى رمسنيتكم المعاقة، يشين السرج على البقر، عاشق الخرفان أحمد.